ألم يظهر الحب الإلكتروني يفيض بين هذين الجهازين؟ هذا لأن مارك زوكربيرغ يريد إطلاق تطبيق للمواعدة على فيسبوك، وهذا هو الدليل. نحن نعلن اليوم عن خدمة جديدة ستأتي قريبا، وهي خدمة المواعدة. صحيح أن التطبيق يعني هو الأكثر تفضيلا بينكم، والآن لديه نسخة للمواعدة. 200 مليون شخص على فيسبوك يعرفون أنفسهم على أنهم عازبون، فهناك الكثير من القلوب الوحيدة في هذا الفضاء الأزرق. إذا كنت تبحث عن توأم روحك من بين هؤلاء، فما عليك إلا أن تشترك بهذا التطبيق الجديد. لا تقلق، أصدقاؤك الحاليون على فيسبوك لن يشاهدوا بروفايلك، سوف يتم اقتراحك فقط للناس الذين لا يعرفونك، فلن يكون هناك فضائح ولن يكون هناك حرج من أحد. لن ينطلق التطبيق قريبا، لكن إذا ما انطلق سيكون شكله كهذا. الصفحات الشخصية لتطبيقات أخرى تخص المواعدة على الهواتف المحمولة مثلها. بمجرد إعلان زوكربيرغ نيته إصدار التطبيق، انخفضت أسهم مجموعة ماتش جروب للمواعدة ب 22%. تخيلوا مصير هذا التطبيق المسكين إذا ما انتشر تطبيق أتحدث عن تندر طبعا، خربان بيت. نتحدث عن هذه التغريدة التي تبدي القلق من فيسبوك عندما تتعامل بالمواعدة في ظل فضيحة الخصوصية التي تدور حول فيسبوك. هل يظن أي منكم أن الإعلان عن منصة جديدة للمواعدة هو أمر غريب بعض الشيء؟ ليس الجميع مستعدين لاستخدام تطبيق فيسبوك للمواعدة طبعا. ينضم إلي من بغداد، أظن أنت يا خضر سلامة، خبير التكنولوجيا المعلومات والإعلام الاجتماعي. يا مرحبا بك يا خضر. هل من شأن هذا التطبيق مثلا، نحن نعلم أن الفيسبوك لا أحد عنده مشكلة في العالم العربي أن يشترك به، هل يسهل على المشتركين في العالم العربي التضحية ببياناتهم لفيسبوك في تطبيق المواعدة الجديد؟ تحياتي لك سيدي العزيز. للأسف لدينا في العالم العربي مستخدمين الإنترنت بمعظمهم لا يملكون أو غير مجهزين بثقافة الخصوصية والحفاظ على البيانات. تابعنا جميعا ما حدث مع فيسبوك في الأشهر الماضية من تحقيقات في الكونغرس بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا، ولكن ذلك لم يوقف، رغم أن كان هناك حملة تحت وسم ديليت فيسبوك أو احذف فيسبوك، لم تبقى رواجا في بلادنا العربية. للأسف ثقافة الخصوصية والحفاظ على الداتا والمعلومات والبيانات الشخصية ليست رائجة بالحد المطلوب. خضر، هو يريد لسببين أساسيين. أولا، الثقافة الإلكترونية هي ثقافة استهلاك، والسبب الثاني والأساسي هو أنه لا توجد لدى دولنا قوانين تحمي أصلا الخصوصية الإلكترونية. طيب باختصار، هو يريد أن يكون للعلاقات الجادة، كيف يمكن للتطبيق مواعدة على الإنترنت الذي يريد علاقات جادة يذهب إلى الإنترنت وتطبيقات المواعدة مثلا؟ حدد زوكربيرغ أن المستهدف، وهو قامت إحصائياته بناء على إحصاءات أمريكا تحديدا السوق الأمريكي، المستهدف بهذا التطبيق ليس الشباب، يعني ليس بعمر 25 أو كذا، المستهدفين تحديدا هم فوق 35، وهي الفئة التي تشهد النمو المضطرد على فيسبوك، فيما يتراجع نمو الفئات الشابة على فيسبوك وتتقدم فئات فوق 35. فإذا نعم، هو يستهدف الرجال والنساء الوحيدين أو الوحيدات، ويحاول أن يجمعهم عبر المشترك. كل الشكر لك يا خضر سلامة، خبير التكنولوجيا والإعلام الاجتماعي من بغداد.